السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك. انه بتاريخ اليوم الثلاثاء 5/4/2022 بالتعاون مع عميد بلدية جدابية والغرفة الأمنية المشتركة جدابية وإدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطى جدابية بخصوص الأسعار وغلاء الأسعار الخضروات داخل سوق النجوم جدابية. تم السيطرة على مستغلي الأسعار وتجار النار في استغلال هذه الأيام المباركة واستغلال المواطن البسيط واللي قدر دخله على قد الحال. طبعا من مجهودات عميد بلدية وغرفة الغرفة الأمنية المشتركة جدابية تم السيطرة على السوق بأسعار منخفضة من ناحية طبعا الخضروات اللي هي أساسية للبيت بشكل يومي، كيف الطماطم، البصل، البطاطا، الفلفل الحار. يعني كان الفلفل ب 17 اليوم نزل ل 7 دينار، الطماطم الخضر اليوم ب 2.5 من داخل سوق النجوم. ونسأل الله أن يبارك في هذا الشهر المبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. غاليين اسعار، غاليين هنا، لا جاي من برا ولا شيء، طماطم هنا جاي. والسلام عليكم في سنه طيبين. نبارك في رجال الحرس البلدي بمدينه جدابيه وعميد البلديه واللجنبيه وجميع من ساهم في تنزيل الاسعار، لان الشعب يا جماعه طبقات في حق الخبزه ما عندهاش، وفي حق الحاجه ما عندهاش. حرام رقد الريح، رقد الريح مش عيب للانسان، ولكن من تواضع لله رفع الله. دير الشيء اللي يخش البرمجة الابوات، يعني الحاجة اللي يقدر عليها المواطن. لك ترقيني كيلو الطماطم ب10 جنيه والفلفل ب20 جنيه، شنو عرب؟ في عرب رقد ريح وفي عرب مهجرة من خارج مدينة جابية وقاعدين عندكم ضيوف يعتبروا ضيوف الرحمن، يعني يستعلم شيء كل شيء. ربك بعد يغني يغنيك، وربك بعد يفقرك فقر حتى قانون. مش عليه بيع الطماطم تبيع عليه ب10 جنيه ولا تبيع لي الفلفل ب20 جنيه، لان شهر رمضان هذا شهر توبه وغفران وكل شيء فيه.